مجلس الشيوخ يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر. مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي استمرار إتاحة الموارد الدولارية لتدبير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وبريطانيا تؤكد سعي القوات الروسية إلى التقدم في دونسك، وتوقعات بانخفاض حاد في درجات الحرارة في أوكرانيا إلى ما دون الصفر. السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. استنكر مجلس الشيوخ القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك خلال جلسة للمجلس اليوم، أن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى دوما مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة ومحاولة الادعاء بامتلاكه للسلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية. للأسف الشديد فهي سياسات عفى عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة داعمها. وهذه أمور لن تقبل أي دولة حرة بدخولها، لا سيما مصر الأبية. وإذ يستنكر مجلس الشيوخ رافضاً بأشد العبارات وأقصى المعاني هذا القرار، الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذي يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعاً، وهو ما يقود أحقية صدوره ومصداقيته. هذا وقد أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الدولة عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه أرضها، فاحتضنت ملايين اللاجئين بغض النظر عن دولهم وأعراقهم. شدد رئيس مجلس الشيوخ أيضا على أن مصر مستمرة في جهودها لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة في إطار رؤيتها الوطنية وتلبية لطموحات جميع المصريين، وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره. We'll be right back.
أشاد وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين بعلاقات الصداقة التاريخية بين مصر وفيتنام وما تشهده من طفرة إيجابية، مؤكدا على أهمية التعاون السياسي بين البلدين واستمرار تبادل الدعم والمساندة إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية الذي أعرب عن عميق اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء وتلك الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني المرافق له إلى مصر، مؤكدا ضرورة ثقل العلاقات المصرية الفيتنامية على كافة الأصعدة. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمتابعة عدد من الملفات في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة. الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذلك مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي. كما شهد الاجتماع أيضا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات لدخول البلاد للحصول على الخدمات الصحية، وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة سبل النهوض بملف السياحة الصحية، أكد مدبولي أهمية العمل على استهداف عدد من الجنسيات لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم، كما وجه بتيسير إجراءات دخول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، حيث تمتلك مصر حاليا عددا كبيرا من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المتميزة التي تجتذب الكثير من الطلاب من الدول المجاورة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام الكبير بمتابعة المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار، مؤكدا العمل على ضمان استمرار هذه المبادرة خاصة أن لها مردودا إيجابيا كبيرا على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف المبادرة وموقف برنامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تمت الإشارة إلى أنه يتم إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة من خلال أكثر من 480 مستشفى على مستوى الجمهورية. كما تمت الإشارة إلى أن إجمالي ما تم من إجراءات جراحية منذ بدء المبادرة حتى 23 من نوفمبر الماضي بلغ 1.3 مليون إجراء جراحي في تخصصات مختلفة. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الشباب والرياضة بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية، وخلال الاجتماع تم استعراض أهم ملامح عدد من مشروعات الوزارة والتي من بينها الإنشاءات الشبابية والمشروع القومي للمدن الشبابية، بالإضافة إلى مشروعات مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، فضلا عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية. أشاد الفريق أسامة عسكر بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مجمع للصناعات يضم هنجرا لإصلاح الدبابات وورشا لصيانة الأسلحة والذخيرة ومعدات الإشارة والمركبات للإطمئنان على الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات. وصل فريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء إلى إحدى القواعد الجوية المصرية لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض الغردقة الجوي 2022 فوق مدينة سهل حشيش في 30 من نوفمبر الجاري. هذا ويشارك فريق السهام الحمراء البريطاني بمجموعة من الطائرات لتنفيذ عروض جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصري، وذلك بالتزامن مع تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان.
بانطلاقة قوية بدأت وسط أقدم الحضارات وعلى سفح الأهرامات. كان العرض الجوي الأول بيراميدز إير شو 2022، واستمرارا للنجاحات ولأول مرة معا وعلى الأراضي المصرية نقدم لكم العرض الجوي غردقة إير شو 2022 بمدينة سهل حشيش، بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غردقة إير شو 2022، اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصرية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 622 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 825 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 33 طنا. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 725 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي فتم ضبط 60 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 904 قضايا، من بينها 237 قضية خبز ناقص الوزن و248 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية، هذا بالإضافة أيضا إلى استهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 574 عنصرا إجراميا ومصرع سبعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 306 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 93 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1189 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش إسنان جرينوف 205 بندقية 102 بندقية آلية و55 مسدسا و824 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة إضافة ل1404 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 559,117 حكما قضائيا، من بينهم 2,313 حكم جناية و 200,714 حكم حبس و 274,866 حكم غرامة و 81,224 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 11 تشكيلاً عصابياً ضموا 35 متهماً قاموا بارتكاب 31 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 67 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 96 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1555 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 1780 متهماً، من بينها قرابة 285 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 496 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 73.5 كيلوغرام، وضبط حوالي 20.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى حوالي 34.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 16,258 قرص مؤثر و 18,364,194 قرصة ترامادول مخدر، وعدد 37,063 قرصة كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 1,518,000,000 جنيه. كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 24 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد ميخاليو بودلياك مستشار الرئيس الأوكراني أن زيادة قدرات الدفاع الجوي لبلاده لا تتعلق بالتصعيد بل تهدف لحماية المدنيين من الهجمات الصاروخية. أشار بودلياك إلى أن حصول أوكرانيا على نظام باتريوت يسهم في تجنب الهجمات الصاروخية الروسية على بلاده. أعلنت كييف أن القوات الروسية نفذت 54 قصفاً على منطقة خرسون خلال 24 ساعة الماضية. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إنها تصدت لمحاولات تقدم روسية قرب 5 مواقع في دونباس شرقي أوكرانيا، ولم تكشف هيئة الأركان الأوكرانية المزيد عن طبيعة الهجوم ونتائجه. ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير استخباراتي أن القوات الروسية تسعى إلى التقدم في اتجاه مدينتي بافليفكا وفوليدار في منطقة دونسك، ولكن من غير المحتمل أن تتمكن من الاستيلاء على ما تبقى من دونسك. أوضح أيضا التقرير البريطاني أن جنوب وسط منطقة دونسك كانت مسرحا لقتال عنيف خلال الأسبوعين الماضيين دون أن تحقق موسكو تقدما يذكر، مشيرا إلى تكبد مشاة البحرية الروسية خسائر فادحة خلال المواجهات. توقعت الأرصاد الجوية الأوكرانية تساقط الثلوج بغزارة في العاصمة كييف بعد انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. وقالت شركة تشغيل الكهرباء إن منتجي الكهرباء تمكنوا من تغطية 3/4 احتياجات الاستهلاك فقط، مما استلزم فرض قيود وانقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.
قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستشحن 42.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، وذلك عبر أوكرانيا اليوم، وهو مستوى مماثل للأيام الأخيرة. كانت غازبروم، وهي أكبر منتج للغاز في روسيا، قد أكدت أن إنتاجها وصادراتها من الغاز وقد وصل الهبوط، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 19.2% والصادرات بنسبة 43.4% خلال الفترة بين أول يناير والخامس عشر من نوفمبر الجاري. انخفضت صادرات غازبروم، وبالتالي انخفض إنتاجها، بعدما قللت الشركة أو أوقفت إمداداتها إلى بعض أكبر عملائها الذين رفضوا التحول إلى الدفع بالروبل. وضعت الجهة التنظيمية المسؤولة عن شبكة الغاز في ألمانيا سلسلة مؤشرات لمراقبة الإمدادات إلى البلاد خلال الشتاء، خاصة مع تواصل أزمة الطاقة العالمية. تشمل المؤشرات التنبؤات بدرجات الحرارة واستخدام الغاز وفقا لهذه الدرجات، ومعدل التخزين والوضع في البلدان المجاورة. مع اقتراب شبح شتاء قارس البرودة في أوروبا، وضعت الجهة التنظيمية المسؤولة عن شبكة الغاز في ألمانيا سلسلة مؤشرات لمراقبة الإمدادات إلى البلاد في ظل تواصل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على القارة العجوز. وكالة الشبكة الفيدرالية للغاز في ألمانيا أكدت أن قيم تلك المؤشرات سوف تمثل عاملا أساسيا في تحديد ما إذا كانت البلاد تواجه حالة طوارئ أم لا، حيث تشمل المؤشرات التنبؤات بدرجات الحرارة ومعدل التخزين والوضع في البلاد المجاورة. إلى ذلك، تعتزم ألمانيا تطبيق سقف لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والمنازل خلال العام القادم، مع سعيها لاحتواء تداعيات التحركات الروسية والرامية إلى خفض إمدادات الطاقة. وفقا لمسؤولين حكوميين، فإن حزمة الإجراءات التي ستكلف الحكومة قرابة 54 مليار يورو ستدخل إلى حيز التنفيذ في الأول من مارس القادم، وستقدم دعم لمستهلكي الغاز بأثر رجعي لشهري يناير وفبراير. تنص آلية كبح أسعار الغاز على نيل الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة حدا أقصى لسعر الغاز يبلغ 12 سنتا للكيلو وات في الساعة، مقابل 80% من استهلاكها المعتاد. في المقابل، سيسدد المستهلكون أسعار الغاز بنسبة 20% المتبقية من الاستهلاك، ويسعى أكبر اقتصاد في أوروبا لتأمين إمدادات الغاز في هذا الشتاء، مع تحسين مستوى تخزين الغاز في ألمانيا والذي امتلأ الآن بنحو 99%، لكن يظل اقتراب موجة البرودة اختبارا صعبا لنظام الطاقة الألماني. قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر إن رواتب القطاع العام في البلاد لن تكون قادرة على مواكبة التضخم المرتفع، فيما تواجه البلاد موجة من الإضرابات العمالية. تنتشر الإضرابات عبر شبكة النقل البريطانية، وفي الأسبوع الماضي أعلنت نقابة كلية التمريض الملكية البريطانية عن مواعيد الإضراب الأول لأعضائها منذ أكثر من 100 عام، وذلك على خلفية تسجيل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أعلى من مستوياته، وذلك في 41 عاما عند 11.1% خلال أكتوبر الماضي. رجح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جابرييل مخلوف أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمعدلات أصغر العام المقبل إذا ما ظهرت حاجة لمزيد من الزيادات. وبدأ المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق في يوليو، وتتوقع الأسواق زيادة تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس في اجتماع البنك في 15 من ديسمبر المقبل. ورغم أن صناع السياسات كانوا متمسكين بمزيد من الرفع للمساعدة في خفض التضخم، فقد أظهر محضر اجتماعهم الأخير أنهم غير متفقين بشكل كامل على وتيرة رفع الفائدة.
وصف الرئيس الجديد للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة خوسيه سالازار الركود الذي تعاني منه دول المنطقة بأنه أسوأ من الموجة الحادة التي تعرضت لها خلال الثمانينيات من القرن الماضي. دعا المسؤول الأممي القادة الوطنيين إلى تركيز جهودهم على النمو وتوزيع الثروة بشكل عادل، لافتا إلى أن المنطقة تضررت وبشدة من تداعيات وباء كورونا وسجلت أكثر من ربع إجمالي الوفيات الناجمة عنه حول العالم. شهدت الشركات الصناعية الصينية الكبيرة المزيد من التراجع في الربح الإجمالي في الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين مع تزايد تفشي فيروس كورونا وفرض المدن قيودا جديدة لمكافحة الفيروس الأمر الذي أثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأرباح الصناعية هبطت 3% في الأشهر العشرة الأولى من 2022 على أساس سنوي، كما عكست البيانات القاتمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة في سداد الديون في قطاع العقارات وتراجعا حادا في إنفاق المستهلكين. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. مئات الأشخاص يتظاهرون وسط شنغهاي احتجاجا على إجراءات الإغلاق ضد فيروس كورونا. استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قائد بعثة حلف شمال الأطلنطي بالعراق. أكد السوداني خلال اللقاء أهمية التعاون والتنسيق العالي مع بعثة الناتو بالعراق وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية، وفي إطار متطلبات الحكومة العراقية وبالشكل الذي يحفظ سيادة العراق. من جهته أكد قائد بعثة الناتو مواصلة التعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية العراقية ضمن نطاق مهامها وواجباتها في تطوير القطاع الأمني في البلاد. ونبقى في العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن أهمية معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة. جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، حيث شهد اللقاء بحث مستجدات الأوضاع العامة بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني، كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المهمة وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم. أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن مضامين خطاب العرش الذي ألقاه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة البرلمانية ستشكل خريطة طريق للمجلس في الفترة القادمة للعمل على تطوير نظامه الداخلي بما يتناسب مع المستجدات الوطنية لتطوير العمل البرلماني وزيادة فعاليته. أوضح الصفدي في رد مجلس النواب الأردني على خطاب العرش أن المجلس أمام مسؤولية وطنية دستورية في تأدية دوره التشريعي لاستكمال خطوات مشاريع التطوير والتحديث وتأدية دوره الرقابي في مدى التزام الحكومات بتنفيذ الرؤى الملكية، مشددا على أن اللجان والكتل النيابية ستكونان بمثابة حكومات الظل لمراقبة الوزارات المختصة والمعنية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في البلاد. انتشرت الاحتجاجات في عدة مدن صينية ضد إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، ودفعت السلطات الصينية بقوات للشرطة في أماكن الاحتجاجات لمنع انتشارها في وقت تكافح فيه البلاد موجة جديدة من انتشار الفيروس. تزايد في الإصابات واحتجاجات على القيود، صراع تواجهه الصين أمام موجة جديدة من التفشي لفيروس كورونا. لليوم الرابع على التوالي سجلت الصين ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا الجديدة، فلجنة الصحة الوطنية أعلنت تسجيل 39,791 إصابة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 307,000 حالة. اللجنة الصحية الصينية أشارت أيضا إلى تسجيل حالة
وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 5233 وفاة. مدينة شنغهاي شهدت احتجاجات ضد قيود كورونا، خاصة بعد حدوث حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد، وأثيرت تكهنات بأن السكان لم يتمكنوا من الهروب في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقا جزئيا، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص. وتواجه الصين زيادة في الإصابات التي أدت إلى عمليات إغلاق وقيود أخرى في المدن في جميع أنحاء البلاد، حيث تلتزم بكين بسياسة صفر كورونا حتى في الوقت الذي يحاول فيه معظم العالم التعايش مع فيروس كورونا. أكد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده تعتزم امتلاك أقوى قوة استراتيجية في العالم، وذلك خلال احتفال بإطلاق صاروخ جديد عابر للقارات. يأتي ذلك فيما بلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ. لا تكاد التوترات في شبه الجزيرة الكورية تخبو حتى تعود من جديد وبشكل أقوى. أحدث حلقات تلك التوترات جاءت خلال احتفال بإطلاق صاروخ هواسونغ 17 الجديد العابر للقارات، والذي أطلق عليه المحللون العسكريون اسم الوحش، ووصفته بيونغ يانغ كأقوى سلاح استراتيجي في العالم. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أكد خلال حفل الإطلاق أن الصاروخ يشكل قفزة هائلة في تطوير تكنولوجيا تركيب رؤوس حربية نووية على صواريخ باليستية، لافتا إلى أن الهدف من تطوير قوة نووية يتمثل في حماية كرامة الدولة والشعب. يأتي إطلاق صاروخ هواسونغ 17 الجديد فيما بلغ التوتر ذروته في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ، وفي وقت عززت فيه سول وواشنطن وطوكيو التعاون العسكري والمناورات المشتركة. هذا وأعلنت كوريا الشمالية في سبتمبر أن وضعها بوصفها قوة نووية هو أمر لا رجوع فيه، لتغلق بذلك نهائيا الباب أمام أي مفاوضات بشأن نزع سلاحها، كما توعدت الولايات المتحدة برد نووي حال وقوع هجوم يستهدف أراضيها. من جانبها تتوقع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن تجري بيونغ يانغ قريبا تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها والأولى منذ 5 سنوات، ليبقى الباب مفتوحا على كل الاحتمالات. وفي تايوان بدأ الاهتمام يتحول إلى الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر إجراؤها في عام 2024 بعد الهزيمة التي تعرض لها الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات المحلية. وفاز حزب المعارضة الرئيسي الذي يدعم إقامة علاقات وثيقة مع الصين، لكنه ينفي بشدة أن يكون مؤيدا لبكين في ظل التوترات المتبادلة بين البلدين. نتائج الانتخابات لم تأتي كما توقعنا. أتحمل كل المسؤولية وأستقيل فورا من رئاسة الحزب الحاكم، هكذا أعلنت رئيسة تايوان سي أن غوان استقالتها من زعامة الحزب. استقالة تأتي عقب تكبد رئيسة تايوان لخسارتها في الانتخابات المحلية، رسخ حزب المعارضة والمقرب من بكين من موقعه. الصين على الفور قالت إن نتائج الانتخابات المحلية في تايوان كشفت أن التوجه الرئيسي للرأي العام في الجزيرة هو للسلام والاستقرار وللحياة الهانئة. كان الناخبون قد أدلوا بأصواتهم لاختيار رؤساء بلديات وقضاة ومسؤولين آخرين في 22 مدينة ومقاطعة في الانتخابات، والتي اعتبرتها رئيسة تايوان في وقت سابق فرصة لإظهار تصميم تايوان وعزمها على الدفاع عن الحرية والديمقراطية للمجتمع الدولي في وقت تشدد فيه بكين من الضغوط على الجزيرة. غير أن الحزب التقدمي الديمقراطي بزعامة تساي خسر 4 بلديات رئيسية من 6 بلديات شملتها الانتخابات، منها العاصمة طيبيع. في تلك الأثناء تعهد حزب كي ام تي المعارض والذي رسخ علاقاته مع الصين عندما كان في السلطة، وتعهد بالعمل جاهدا للحفاظ على السلام في المنطقة، وذلك لدى إعلان رئيسه الفوز في الانتخابات المحلية. تأتي تلك الانتخابات في وقت زادت فيه حدة التوترات بين الصين وتايوان باعتبار الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضي بكين وينبغي استعادتها. بلغت التوترات أعلى مستوياتها منذ سنوات في أغسطس عندما أجرت بكين مناورات عسكرية ضخمة في محيط تايوان احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيا.
رحب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا بقرار الحكومة الفنزويلية والمعارضة استئناف الحوار في المكسيك. جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، تضمن التأكيد على أهمية انخراط الأطراف الفنزويلية بحسن نية نحو اتفاق شامل يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة والمقرر انطلاقها في عام 2024 واستعادة المؤسسات الديمقراطية وإنهاء الأزمة الإنسانية في فنزويلا. يواصل رجال الإنقاذ في إيطاليا البحث عن مفقودين جراء انهيار أرضي هائل في جزيرة إسكيا السياحية، وتضمنت جهود الإنقاذ الإيطالية الحفر في الوحل والحطام الذي قال عناصر الإطفاء إن عمقه بلغ 6 أمتار في بعض الأماكن، فيما ركزت الجرافات على إخلاء الطرق وتم إحضار فرق الغوص لفحص السيارات التي انجرفت باتجاه البحر. من جانبه أكد رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية فابريتسو كارسيو أن الهيئة تقوم بتقييم ما وصفه بمأساة جزيرة إسكيا من وجهة نظر إنسانية. إنها مأساة حقيقية لأن أهالي الجزيرة تضرروا بشدة. الآن نقوم بتقييم هذه المأساة من وجهة نظر إنسانية، لكنها بالتأكيد مأساة لأن هذه أحداث مأساوية كما نرى من الصور والتقارير التي نتلقاها من رجال الإنقاذ. شارك منتدى شباب العالم في فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط تحت سن 30 في نسختها الأولى والمنعقدة بمدينة الجونة، والتي أقيمت على مدار 3 أيام بين 24 و26 من نوفمبر الجاري، وبمشاركة فعالة لعدد كبير من رواد الأعمال. خلال جلسات القمة شارك مجموعة من الشباب من كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كمتحدثين، وذلك لاستعراض رحلة نجاح منتدى شباب العالم في نسخه الأربعة السابقة. وعلى هامش القمة تم توقيع بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة فوربس الشرق الأوسط لتكون المؤسسة أحد الشركاء الإعلاميين للنسخة 5 من منتدى شباب العالم. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 8 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 10,000 مستفيد. يأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. قامت القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بتقديم الخدمات الطبية إلى 1198 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان في قرية كفر صنباط بمركز زفتة. كما تم خلال القافلة زراعة 50 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، إضافة إلى محو أمية 15 مواطنا. كما شهدت القافلة محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ. أقامت مؤسسة حياة كريمة احتفالية كبرى بالتعاون مع محافظة المنيا لتسليم 100 جهاز عروسة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة ضمن مبادرة يدوم الفرح، والتي يتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد محافظ المنيا أن مبادرة حياة كريمة لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصري.
والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لك ريهام ويوسف، والآن نتحول لجولة اقتصادية جديدة للتعرف على أهم أخبار المال والأعمال. أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا للرأي حول دعم المصريين للمنتجات المحلية، وكشفت نتائج الاستطلاع أن 79% من المصريين يرون أن الدولة حاليا تهتم بجودة المنتج المحلي، كما يرى 80% من المصريين أنها تهتم بالتسويق له، فيما قيم 89% منهم المنتجات المصرية حاليا بأنها ذات جودة. وأشار المركز إلى أن الاستطلاع يأتي في إطار السعي الدائم نحو التعرف على نبض المواطن بشأن مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة المحلية، وفي إطار دعم متخذي القرار بشكل مستمر برؤى ومطالب المواطنين وتوجهاتهم. أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر أصبحت أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب على الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية، حيث قامت بتصدير نحو 7 ملايين طن غاز طبيعي مسال العام الماضي، و80% منها لأسواق الاتحاد الأوروبي، ترتفع هذا العام إلى نحو 8 ملايين طن. وخلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز في مصر، أوضح الملا أن ما حققه قطاع البترول من نجاحات جاء نتيجة العمل على برنامج متكاملا بالشراكة بين كيانات القطاع التابعة للدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية، وبدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. وإلى سوق المال، حيث أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب. وارتفع رأس المال السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 14.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 855.9 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقاط، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة. وارتفع مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24.50 جنيها للشراء و 24.57 جنيها للبيع، وسجل اليورو 25.47 جنيها للشراء و 25.56 جنيها للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 29.63 جنيها للشراء و 29.73 جنيها للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6.67 جنيها للشراء و 6.69 جنيها للبيع. أغلقت سوق الأسهم السعودية والقطرية على تراجع، إذ أثرت حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط وسط قيود كورونا في الصين والمناقشات المستمرة بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي على معنويات المستثمرين. وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.3%، كما انخفض المؤشر القطري بنسبة 1.1%، مواصلا خسائره في الجلسة السابقة. وفي المقابل، صعد مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.15%. قال
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم، مضيفة أنه يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل. ويقول الأوروبيون أن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف لحماية المصنعين الأمريكيين في قانون خفض التضخم قد توجه ضربة قوية لصناعاتهم التي تعاني بالفعل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى يوسف وريهام. شكرا ميرنا. ومن أخبار الاقتصاد إلى تذكرة بالعناوين. مجلس الشيوخ يستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر. مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي استمرار إتاحة الموارد الدولارية لتدبير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. بريطانيا تؤكد سعي القوات الروسية إلى التقدم في دونيتسك وتوقعات بانخفاض حاد بدرجات الحرارة في أوكرانيا إلى ما دون الصفر. وصلنا إلى ختام النشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. شكراً على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.